الشبه الذين يجتمعون معه. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن كان فريق العدالة والتنمية هو يشتغل مع أطر الحزب وخبرات المتوفرة لدى الحزب، اليوم من خلال هذا الاتفاق الإطار سنؤسس هذا الاتفاق وسنعطيه بعدا استراتيجيا ومؤسساتيا، فضلا عن يعني تدقيقه بتواريخ معينة. إذن فالهدف الأول هو الاستفادة المتبادلة، أن المنتدى يستفيد من خبرات وبرلمانيين اللي هما أطر وعندهم اليوم تجربة مهمة، كذلك استفادة الفريق من خبرات ديال الأطر ديال الحزب في جميع المجالات، وخاصة في محطات أساسية أثناء التقديم ديال القانون المالية، أثناء مناقشة تقارير ديال الهيئات الدستورية والمؤسسات الدستورية، وكذلك أثناء إعداد البرنامج الانتخابي للحزب. فهاد التبادل ديال الخبرات ما بين الفريق والمنتدى يعني سيكون له أثر جد إيجابي على مستوى التنزيل والتفعيل لتصورات وبرامج الحزب كل من موقعه.